الشأن الثاني الله يسلمكم، بعد احتساب القيمة الفعلية أو القيمة النهائية حق الوحدة السكنية واحتساب أقساطها، يتم تخفيض هذا القسط ليناسب أو يعادل ربع راتب المنتفع. فبالتالي هذا دعم إضافي كذلك من الحكومة يوم نزلنا هذا القسط إلى أنه يساوي ربع الدخل. بالإضافة أن هناك كثير من الحالات وبعد عمر طويل يكون رب الأسرة يتوفى، ترى تسقط ويكون عنده قصر في العائلة، ترى تسقط مطالباتنا بالأقساط ويتم فقط تسجيل الاسم بيت باسم الأرملة أو الورثة، ولا يتم احتساب باقي سداد قيمة الوحدة السكنية عليهم. فهذه أول نقطة اللي حبيت أوضحها هو موضوع الدعم اللي احنا نقدمه حق الوحدات السكنية في هذا الشأن. الشأن الثاني هو فترات السماح اللي يتم تقديمها، فهذه جزء ثاني بعد يجب أن يؤخذ في الحسبان. المنتفع اللي يستلم وحدته السكنية عنده لازلنا نستمر بدفع علاوة بدل الإيجار لمدة 3 أشهر من بعد تسلمه للوحدة السكنية، وفوق ذي لا يتم استقطاع القسط لمدة 6 أشهر بعد استلامه للوحدة السكنية. بالإضافة إلى أن في أي حالة من الحالات في ساعات سبحان الله يكون في ظروف يمر فيها المواطن، وإحنا طبعا عندنا كل الإجراءات والأنظمة اللي تنظم هذه العملية، يتم كذلك تأجيل الأقساط بدون فوائد، بدون رسوم، بدون أي شيء إضافي، يتم تأجيله لمدة سنة، وإذا كان حاله مستمر عليه يتم تأجيله لسنة أخرى. فهذه أبيكم تحطون في ذي حسبانكم كل هذه الأمور، الدعم اللي إحنا نقدمها وكذلك فترات السماح المجانية اللي يتم تقديمها للمواطن.